انا شوفي هقول لك حاجه يا شفكي، انا كتبت باسم ولادي كل حاجه. شوفي انا بقول لك اهو بصراحه كل شيء، حتى البيت اللي انا قاعده فيه. لا يمكن بنت تقول هعمل حاجه الا لما تاخد رايي، يا ماما نعمل كذا نسوي كذا. انت كتبتي يعني بعد وفاه الاستاذ حسن مصطفى؟ اه كتبتي. كنت خايفه انه اي حاجه بتحصل، مش عايزه البنات يحصل لهم؟ لا عشان دول بنات، ما عنديش ولد. ما عنديش ولد. فلازم. المهم انا بقول لك التربيه بتفرق، التربيه بتفرق طبعا. فالنهارده انا لما عملت الدور ده بقيت ابكي من قلبي. الاستاذ حسين منباوي يقول لي يا مدام انا عايز الموقف ده، اقول له تلاقيني وشي رايح وعيني رايحه وبنتي بتكلمني. انت بتبكي على الزمن والناس. بتشخط فيا، بتشخط فيا، بتبهدلني. جه على بالك الفنان يعني رشوان توفيق وقتها؟ لا ما جاش على بالك. لا انا جه عليا انا في الموقف ده، لو اتحطيت في الموقف ده هعمل ايه. لكن دلوقتي بقى احنا بنتكلم صفحه بيضة كبيره بقى. شريفه ماهر دي ست شقيت في حياتها كممثله، وبنت مش عارفه بيت، وباعت ايه وودت ايه وجابت ايه وعملت ايه وعملت فلوس خلاص. طب ابنها ده ليه بيعمل معاها كده؟ بصي خلينا نسيب اسماء الناس وخلينا نتكلم على اللي انت بتقوليه، لانه برضو احنا مش عارفين تفاصيل. بس انا معاكي، مش عارفين. احنا متضايقين من ان وعشان رشوان كمان. احنا متضايقين من العقوق، يكون في عقوق ويكون في مشاكل ويكون لا في لا لا وحش. فانت الدور ده عملتيه من قلبك؟ عملته فعلا للحالات اللي ممكن تبقى موجوده في المجتمع، للحالات اللي بقينا بنشوفها في المجتمع. بعد كده بقى عملت بقى شخصيتين كمان،